بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة البقرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما الآية الثامنة وهي قوله تعالى: أسلمت لرب العالمين، ففيها مسائل. نعم. الأولى أن مسألة الإسلام الذي هو سبب الكلام والخصومة أن الله سبحانه هو الذي أمره بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الاستماع والتأمل لما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الفوائد على بعض الآيات، وهي فوائد عظيمة تتعلق بالعقيدة والتوحيد، فهي مهمة. نعم. قال في قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. الله جل وعلا قال لإبراهيم، أخبر عنه أنه اصطفاه واختاره: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، الله أمره أن يسلم، والإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا، الاستسلام لله جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له، واتباع ما شرعه، هذا هو الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. الله جل وعلا أمر خليله فقال له أسلم، فاستجاب إبراهيم لأمر الله وقال: أسلمت لرب العالمين. هذا يؤخذ منه فوائد: أولا أن الدين ليس بالرأي والاجتهاد والتقليد، إنما هو اتباع لما أمر الله به. قال له ربه أسلم، فالدين والعقيدة تتلقى من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على العبد إذا أمره الله أو أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر أن يستجيب. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالدين بالامتثال لما شرعه الله ورسوله، وليس بالرأي والاختيار والتفكير وما أشبه ذلك. نعم. وقوله لرب العالمين، رب العالمين، أي أن هذا واجب على كل العالمين أن يستسلموا لله جل وعلا لأنه ربهم. أما الاستسلام لغير رب العالمين، الاستسلام لأهل الضلال
والاستسلام للمخلوقين من غير بصيرة، فهذا ليس من دين الله عز وجل. يستسلمون لأصنام، يستسلمون لأولياء وصالحين، يستسلمون ولم يستسلموا لرب العالمين. هذا هو فرق ما بين الموحدين والمشركين، أن المشركين يسلمون لغير رب العالمين، لمخلوقين عاجزين فقراء، وأما الموحدون وإمامهم خليل الله إبراهيم عليه السلام إنما يستسلمون لرب العالمين. نعم. المسألة الثانية أنه استجاب لله فيما أمره فقال أسلمت لرب العالمين. نعم، وهذا كما ذكرنا أن من أمره الله أو أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر فإنه يجب عليه أن يستجيب ويبادر. نعم. المسألة الثالثة وصفه ربه سبحانه بما يوضح المسألة وهو الربوبية للعالم كله، فانظر رحمك الله تعالى إلى هذا التقرير والثناء والتوضيح للإسلام مع حقارته وإنكاره عند من يقرأ هذه الآيات وما بعدها. نعم، انظر إلى أن الاستسلام يجب أن يكون لرب العالمين، الخالق الرازق المحيي المدبر، لا يكون الاستسلام لغير رب العالمين. وهذا الاستسلام لرب العالمين صار يحتقره كثير من الخلق، يحتقرون الاستسلام لرب العالمين ويقولون الإسلام واسع، يستسلم لله ويستسلم لأي ولي من الأولياء، يستسلم لكل من يؤمل فيه الخير ولو كان عاجزا ومخلوقا. فصار الإسلام الصحيح الذي هو الاستسلام لرب العالمين صار محتقرا عند كثير من الناس، وإذا أمروا به فإنهم يسخرون من ذلك. أنتم تحجرون على الناس، أنتم تحبسون الحريات، أنتم وأنتم، أنتم أوصي على الناس، كلام من نحو هذا الذي نسمعه. فالعبد عبد لرب العالمين مهما كان، لا غنى له عن رب العالمين، ومعبودات غير رب العالمين لا تغني عنه شيئا، تتبرأ منه يوم القيامة أحوج ما يكون إليها، كما بين الله ذلك في كتابه. نعم. وأما الآية التاسعة وهي قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ففيها العجب العجاب. نعم، هذه الآية ووصى بها أي بهذه الكلمة أسلمت لرب العالمين، وصى بها إبراهيم بنيه، ووصى بها يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم بنيه أيضا. فهذا يدل على أن المسلم يوصي بنيه بالتوحيد والعقيدة الصحيحة، يوصيهم خصوصا عند وفاته كما يأتي، يوصيهم بذلك ويحرص عليهم ويربيهم على ذلك. إبراهيم وصى بها بنيه ذرية إبراهيم عليه السلام، ففيه الحرص على الذرية، تعليمهم التوحيد والعقيدة، ولا يتركون على غير عقيدة أو مع الناس، بل تركز فيهم العقيدة، تركز فيهم العقيدة، ويعلمون العقيدة الصحيحة ويوصون بها بعد وفاة الموصي
وصى بها إبراهيم وبنيه، ووصى بها يعقوب الذي هو إسرائيل عليه السلام، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وصى بها بنيه بني إسرائيل اليهود، أبوهم وصاهم بالإسلام لله، اليهود حرفوا وبدلوا وغيروا في دين الله عز وجل، وغيروا وصية أبيهم إسرائيل عليه الصلاة والسلام، اتبعوا أهواءهم كما ذكر الله ذلك عنهم. نعم. المسألة الأولى أن الله سبحانه ذكر أن إبراهيم وصى بالإسلام ابنيه وهما هما. وصى بالإسلام ابنيه، وصى بها إبراهيم وبنيه. من هم بنو إبراهيم؟ إسماعيل وإسحاق، هؤلاء هم ابناء إبراهيم، وهما نبيان عليهما الصلاة والسلام، وصاهما أبوهما بهذه الوصية: أسلمت لرب العالمين. فالأنبياء يتواصون بالإسلام لرب العالمين، وكثير من الناس يهمل هذا ويترك أولاده يعتقدون ما يشاءون ويأخذون دينهم عن كل أحد. نعم. وهما هما إسماعيل وإسحاق، نبيان عظيمان. نعم. وكذلك يعقوب الذي هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام، وإسرائيل معناه عبد الله، إسرائيل معناه عبد الله، لأن إسراء عبد، إيل الله، فمعنى إسرائيل عبد الله، اسمه يعقوب واسمه إسرائيل واسمه عبد الله. وصى بها بنيه من الأسباط الأحد عشر الذين صارت ذرياتهم أسباط بني إسرائيل، كالقبائل عند العرب، عرب بنو فلان وبنو فلان، قبائل كذلك بنو إسرائيل صاروا أسباطاً أمما، أسباطاً أمما. والأصل أنهم أولاد الأحد عشر، أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. نعم. المسألة الثانية أن يعقوب وصى بها بنيه وهم هم. بنوه هم الأسباط الأحد عشر، بنو يعقوب عليه السلام، ومنهم يوسف عليه السلام. نعم. المسألة الثالثة تحريضه الذرية، كون الأنبياء وصوا بها بنيهم يدل على أهمية هذه الوصية، وأنه يجب أن على المسلمين أن يتواصوا بها جيلا بعد جيل. نعم. المسألة الثالثة تحريضه الذرية على ذلك بأن الله الذي اختاره لهم، فلا ترغبوا عن اختيار الله. لما وصاهم رغبهم، إن يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اختاره لكم، فلا تفرطوا في هذا الدين الذي اختاره الله لكم. نعم. المسألة الرابعة فلا تموتن. نعم. المسألة الرابعة أن مع المعد الأول يا شيخ الرابعة ما هي؟ أن مع هذا التقرير الواضح عند من يدعي كمال العلم ويدعي اتباع الملة، أحقر الطرائق ولا مدح فيه، ولا يصير من المسكوت عنه إلا من رغب عنه إلى اسم غيره، وإلا من اقتصر عليه اتخذوه هزوا فاعتقدوا غاية جهله، بل أفتوا بكفره وقتله. الرابعة أن مع هذا التقرير الواضح
عند من يدعي كمال العلم. نعم، واضح عندهم، عند من يدعي كمال العلم واضح عندهم هذا، لكن مع هذا يحتقرون عقيدة التوحيد. والآن هذا ظاهر على كثير من المثقفين الآن والحزبيين، يقولون أنتم ما لكم هم إلا التوحيد، التوحيد الناس كلهم مسلمون ولا يحتاج، يعني التوحيد هذا صار ثقيلا عليهم، ولا يبونه يدرس في المدارس، ولا يبونه تقرأ كتبه، ويقولون الناس أنتم تسيئون الظن بالناس، الناس مسلمون وموحدون ولا حاجة إلى تعليم التوحيد وإلى تقريره وإلى تكراره على الناس وإلى الاهتمام به. ها الأنبياء تسمعون ما قال الله، والصابها صابها إبراهيم بنيه، صابها يعقوب بنيه، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تمسكوا به إلى الممات وتعلموه وعرفوه. نعم. قال ولا مدح فيه. نعم، اللي يذكر التوحيد ويدرس التوحيد يتنقصونه ويقولون هذا متشدد، هذا إلى آخر ما يقولون، كما لا يخفاكم الآن، ويزهدون بدروس التوحيد وتدريس التوحيد، ويطالبون بإخلاء المناهج من الدراسية من ذلك، ويكفي أنهم ينتسبون للإسلام وأنهم يعلمون أمور الدنيا ويعلمون الأخلاق الطيبة والتعامل الطيب وما أشبه ذلك، وهذا تفريط في الأصل، هذا التفريط في الأصل، لأن الأصل إذا ضاع ضاع كل شيء، والخير كله في الأصل في التوحيد، فإذا ضيعناه ضيعنا الخير. نعم. ولا يصير من المسكوت عنه إلا من رغب عنه إلى اسم غيره. نعم. وإلا من اقتصر عليه اتخذوه هزوا فاعتقدوا غاية جهله، بل أفتوا بكفره وقتله. نعم، هو واقع هذا الآن، يضايقون أهل التوحيد والعقيدة الصحيحة ويقولون أنتم متشددون، يكفي اسم الإسلام، يقولون يكفي اسم الإسلام ولا تذكرون التوحيد والعقيدة، خلوا كل على ما هو عليه وعلى عقيدته، بس ينتسب للإسلام، الإسلام يكفي، ولو تسمى بالإسلام الملاحدة وتسمى فيه الزنادقة وتسمى فيه القبوريون، تسمى فيه المبتدعة، يقولون الإسلام يسعهم كلهم، نقول ما هو بإسلام هذا، ما هو بإسلام هذا، ما يكفي الانتساب، لابد من معرفة الإسلام، حقيقة الإسلام والتمسك به والسير عليه والتواصي به وتدريسه والعناية به، لابد من هذا، وإلا فإن الأجيال تضيع. نعم. المسألة الخامسة قوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. فحرضهم على لزوم ذلك إلى الممات وعدم الزيادة عليه، لما في طبع الإنسان من طلب الزيادة خصوصا مع طول الأمل. نعم، فلا تموتن إلا وأنتم على أي حال، لا تموتن إلا على حالة الإسلام، تموتون عليه، تحيون عليه، وتموتون عليه، وتبعثون يوم القيامة عليه، فهذا هو الواجب على كل مسلم. ولا يكفي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما يكفي أنك تقول تعلمت التوحيد وعرفت التوحيد، لابد من تكرار هذا، ولابد من وتوضيحه للناس، ولابد من دعوة الناس إليه، ولابد من المحافظة عليه من الشرك ومن البدع، لأنه رأس المال، هو رأس المال من حياتك في هذه الدنيا، ولا يضاف إليه أشياء
مستحسنات وعقليات وأفكار تضاف إليه، قال هذه طيبة وتضاف إلى الإسلام. لا، الإسلام لا يقبل الزيادة، لا يقبل الزيادة. الإسلام على ما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يقبل الزيادة أبدا، لكن لا بد من معرفته والعناية به والتواصي بالتمسك به، وأن يموت الإنسان عليه. وهذا فيه التحذير من سوء الخاتمة، لأن الإنسان قد يموت على غير الإسلام إذا لم يتمسك به ويهتم به، فإنه قد يموت على غيره. فلا بد من أن يكون الإسلام دائما هو محل عنايتك، وأن تسأل الله الثبات عليه وأن يتوفاك عليه. كل الحياة إذن مشغولة بالإسلام إلى أن تموت، مشغولة بالإسلام. نعم. وأما الآية العاشرة وهي قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ففيها مسائل. شوف من حرص يعقوب عليه السلام على بنيه أنه لما حضره الموت، لما حضره الموت من شغل بالموت وسكراته عن العناية بعقيدة أبنائه من بعده؟ أم كنتم شهداء يعني حاضرين، هذا خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما كنتم حاضرين عند يعقوب عليه السلام وهو في سكرات الموت، وإنما هذا شيء الله أخبركم عنه، الله أخبركم عنه. فهذا فيه دليل على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يحضر يعقوب عليه السلام، ومع هذا ذكر لنا عن الله جل وعلا ما تلفظ به عند وفاته عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن القرآن من عند الله وليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن حاضرا عند يعقوب عليه الصلاة والسلام. وقص علينا ذلك، قص علينا ذلك ما هو من عنده، من عند الله عز وجل. هذا دليل على أن القرآن من عند الله وليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة كذلك لم ينشغل بالموت عن أن يوصي أمته عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وما زال يكرر هذه الوصية حتى ثقل بها لسانه عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني المماليك والأرقة، أحسنوا إليهم ولا تظلموهم. وأيضا قال لعنة الله في هذه الحالة وهو يقاسي من سكرات الموت، لعنة الله على اليهود والنصارى. ما هي المناسبة؟ المناسبة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، خشي على أمته أنهم يتخذون قبره مسجدا ويتبركون به ويكونوا معقلا للشرك. فهو صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته حذرهم مما عليه اليهود والنصارى من بنائهم المساجد على قبور أنبيائهم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا يشبه وصية يعقوب عليه السلام عند الموت،
نعم. المسألة الأولى: وصية يعقوب عند الموت ولم يكتف بما تقدم. لم يكتف بما تقدم من أنه نشأ ذريته على التوحيد وعلمهم إياه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. ما اكتفى بهذا بل كرر هذا عند وفاته، فقال: ما تعبدون من بعدي؟ سألهم هذا السؤال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اطمأن عليه الصلاة والسلام على عقيدة أولاده. نعم. مسألة الثانية: لبنيه وهم هم. نعم، بني وهم هم أولاد يعقوب عليه السلام. نعم. المسألة الثالثة: فالمؤمن يوصى بالتوحيد وهو مؤمن وهو موحد، لكن يوصى بذلك من باب التأكيد. نعم. المسألة الثالثة: أنه لشدة التحريض وكبر الأمر عنده أخرجه مخرج السؤال. أنه لشدة التحريض وكبر الأمر عنده، يعني ألقاه عليهم طريقة السؤال، وهذا من باب التعليم بطريقة السؤال والجواب، وهي طريقة من طرق التعليم. سألهم: ما تعبدون من بعد؟ ولم يقل اعبدوا الله أخلصوا العبادة لله، بل قال: ما تعبدون، بطريقة السؤال، لأن هذا أثبت في الذهن. نعم. المسألة الرابعة: أنه قال من بعدي، لأن الغالب أن الأتباع بعد موت كبيرهم ينقصون. ما تعبدون من بعدي، يعني بعد وفاتي، لأن الغالب أنه إذا مات النبي أو مات العالم فإن أتباعه يتناقصون وينسون، فهو أراد أن يؤكد عليهم أن لا يغيروا من بعده ولا يتغيروا من بعده، بل يلزم الطريق. نعم. المسألة الخامسة: جوابهم: نعبد إلهك، لأن في هذا معنى الحجة وظهور الأمر أن من اتبع الصالحين يسلك طريقهم، وأما كونه يترك طريقهم بزعمه أنه اتباع لهم فهذا خلاف العقل. نعم، اتباع السابقين من الأنبياء وأتباع الأنبياء هذا أمر محمود. قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالاتباع على الخير هذا مطلوب، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما الاتباع على الشر فهذا مذموم، وهذا دين الجاهلية. إذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، في الآية الأخرى: لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، فإذا كان المتبوع على غير هدى فلا يجوز اتباعه، وإذا كان المتبوع على هدى فيجب اتباعه. فيجب الفرق بين هذا وهذا، قضية الاتباع والاحتجاج بالسابقين
احتجاج بالسابقين إذا كانوا على خير وعلى هدى حجة طيبة. نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إذا كان الاتباع على خير فهو حجة يحتج به، أما إذا كان الاتباع على جهل وضلال فإنه لا يجوز الاحتجاج به. نعم. المسألة السادسة قولهم إلها واحدا يعنون للخلائق كلهم. أعيد الخامسة. الخامسة جوابهم نعبد إلهك لأن في هذا معنى الحجة وظهور الأمر. معنى الحجة يعني يحتج بالسابقين، يحتج بالسابقين إذا كانوا على هدى. نعم. وظهور الأمر أن من اتبع الصالحين يسلك طريقهم. نعم، من اتبع الصالحين يسلك طريقهم، ولا يكفي أنه ينتسب إليهم بدون التزام بطريقهم، ولهذا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني بإتقان، تمسكوا بطريقهم ولم يكتفوا بالانتساب فقط، أنا سلفي وهو ما يعرف مذهب السلف، أو يعرف مذهب السلف ويتركه ويأخذ غيره، هذا ما هو بسلفي وإن ادعى ذلك. فلابد من أنك إذا انتسبت إلى السلف وإلى المهاجرين والأنصار أنك تعرف ما هم عليه وتتمسك به. نعم. المسألة السادسة قولهم إلها واحدا يعنون للخلائق كلهم. إلها واحدا، الله جل وعلا هو إله، هو الإله الحق للخلائق كلهم. هناك آلهة كثيرة لكنها باطلة، فالإله الحق هو الله لجميع العالم، جميع الناس، هو الإله الحق. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فإله العالمين هو الله جل وعلا، وكل إله غيره فهو باطل. وهذا معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وما عداه فهو معبود بالباطل. نعم. يعنون للخلائق كلهم لكل متبع مهتد، لكل متبع مهتد وضال. نعم، هو إله العالمين، إله المسلمين والكفار والمشركين، هو إلههم، لكن هناك من عبده حقيقة وهناك من عبده وعبد غيره معه، وهناك من أبى أن يعبده. فالعالم هو إلههم شاءوا أم أبوا، هو ربهم شاءوا أم أبوا، وما عداه فهو باطل، ما عداه من الآلهة فهو باطل ومعبود بالباطل. فهذا يجب أن يتنبه، أن يتنبه له. نعم، هذا معنى لا إله إلا الله تماما. نعم. المسألة السابعة إخبارهم له بلزومهم الإسلام بعد موته. نعم، إلها واحدا ثم قالوا ونحن له، ونحن له مسلمون، أي لهذا الإله الواحد مستسلمون له سبحانه وتعالى، فهم طمأنوا أباهم بذلك وقروا عينه بذلك. نعم. المسألة الثامنة ذكرهم له أن ذلك الإسلام لله وحده لا شريك له، ليس لك ولا لآبائك منه شيء. ونحن له، له مسلمون، لا نسلم لغيره، شوف انتبه، نحن له مسلمون، لا نسلم لأحد غير الله جل وعلا،
من الأصنام والأنداد والأشجار والأحجار والجن والإنس والأولياء والصالحين، لا نسلم لأحد إلا لله جل وعلا. نعم. المسألة التاسعة: أن العم أب لأن إسماعيل عمه لكن مع التغليب. في قولهم نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل، بدأوا بإسماعيل لأنه هو الكبير، إسماعيل أكبر من إسحاق عليهم السلام. نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل. إسماعيل ما هو بأبو لهم، أبو للعرب، لكن قالوا عدوه من آبائهم وهو عم، أدل على أن العم يسمى أبا، العم يسمى أبا. نعم. المسألة العاشرة: أن ذلك من أوضح الحجج على ذريتهم مع إقرارهم بذلك، ومع هذا يزعمون أنهم على ملتهم مع تركها وشدة العداوة لمن اتبعها. هذه حالة اليهود الذين هم بنو إسرائيل، بنو يعقوب عليه السلام، آباؤهم تعهدوا أنهم يسلمون لله ويتمسكون بعقيدة آبائهم من الأنبياء، لكن الذرية حرفت وغيرت وبدلت في دين الله عز وجل. فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ويقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، مع أنهم تعهدوا لأبيهم يعقوب عليه السلام بالتوحيد، فهم غيروا ذلك وبدلوا، نسأل الله العافية. نعم. هذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تغير وأن تبدل دين الله عز وجل وتتبع دعاة الضلال، دعاة السوء وما أكثرهم، ويتعلقون بالشبهات ويتركون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتعلقون بالشبهات والحكايات والمنامات وغير ذلك من القصص المكذوبة وغير ذلك، ويتعلقون بها ويعبدون الله بها. نعم. المسألة الحادية عشرة: أن فيها رداً عليهم في المسألة الخاصة، وهي اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً. شوف، يقولون ونحن له مسلمون، ثم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأين قولهم ونحن له مسلمون؟ يعني قول أجدادهم وأبائهم، أينه؟ أين ذهبوا عنه وتركوه؟ نعم. أما الآية الحادية عشرة، ما يكفي؟ لا تشوف كم بقي؟ نصف ساعة. ها؟ حول النصف. يقرأ اقرأ مخ كمل. ايه كمل. الى بقي ربع توقف. نعم. سمج. واما الآية الحادية عشرة وهي قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه ختام الآيات: تلك أمة قد خلت، يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، أمة قد خلت مضت، لها ما كسبت يعني لها أعمالها، ولكم ما كسبتم. فهذا فيه إبطال التعلق على الأولياء والصالحين، ويقول يشفعون لي
ويقربونني لله زلفى وما أشبه ذلك، هذه تبطل هذا التعلق على غير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ففيها مسائل. المسألة الأولى، وفيها أن عمل جدك وأباك وأبيك لا ينفعك، ما ينفعك إلا عملك أنت، فلا تحتج بأن أباك كان صالحا، أن أباك كان نبيا، لا تتعلق بهذا، تعلق بعملك أنت، ولا ينفعك عمل غيرك. نعم. المسألة الأولى، المسألة التي ضل بها كثير، وهي ظنهم أن صلاح آبائهم ينفعهم. قولوا يلا. أن صلاح آبائهم ينفعهم، وهذا باطل. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. مالك إلا عملك، ولا ينفعك جدك وخالك وفلان وفلان. نعم. المسألة الثانية، البيان أن الذي ينفع الإنسان عمله. نعم. البيان أن الذي ينفع الإنسان هو عمله لا عمل غيره، ففيه نفي الاتكالية والاعتماد على صلاح الآباء والأجداد. نعم. ما نفع بني إسرائيل، أجدادهم أنبياء، ما نفعهم لما خالفوهم وحرفوا دين الله عز وجل. نعم. المسألة الثالثة، أن الذي يضره عمله ولا يضره معصية أبيه وابنه. إذا كان عمله الصالح له، وأنت عملك الصالح لك، ولا يأخذه أحد، ما يأخذه أبوه أو جده، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، فلا أحد ينفع أحد يوم القيامة، كل خائف على نفسه، ولا الإنسان يتكل على عمل فلان وعلان أو تعلقه بالأولياء والصالحين وأنهم يقربونه إلى الله وأنهم يشفعون له عند الله ويذبح لهم وينذر لهم ويتقرب إليهم، هذا كله باطل. إذا كنت صادقا في محبة الأولياء والصالحين اتبعهم، اقتدي بهم، أما أن تتعلق بصلاحهم وعملهم فهذا باطل ولا ينفعك يوم القيامة. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لا تملك نفس لنفس شيئا. نعم. وأما الآية الثانية عشرة، يكفي يكفي. صلى الله عليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: أثابكم الله، من هو الذبيح؟ هل هو إسماعيل أم إسحاق عليهما السلام؟ اختلفوا في هذا، فاليهود يدعون أن الذبيح هو إسحاق، وتبعهم بعض العلماء من هذه الأمة يرجحون أن الذبيح هو إسحاق، ولكن الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل، لأنه هو الكبير، هو الكبير. ولما ذكر الله قصة الذبح في سورة صاد وانتهى منها، قال: وهبنا له إسحاق نبيا من الصالحين، فدل على أن الذبيح هو إسماعيل، وأن إسحاق جاء بعده. إسماعيل أمه هاجر، أمه هاجر سرية
إبراهيم عليه السلام مملوكة، وأما إسحاق فأمه سارة بنت عم إبراهيم، سارة بنت عم إبراهيم هذه أم إسحاق. والذي جرت عليه القصة والذبح هو إسماعيل، وإسماعيل هاجر به أبوه إلى مكة بأمر الله سبحانه، ووضعه هو وأمه عند مكان البيت وذهب، والقصة معروفة. ومكان الذبح في مكة وليس في الشام، في مكة في منى وفي عند الجمرات، هذا مكان قصة الذبح. فالصحيح أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من هم المعتزلة ولماذا سموا بذلك؟ المعتزلة أتباع واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري، كان من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين. لما سئل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة هل هو كافر أو مؤمن، قال رحمه الله: مرتكب الكبيرة فاسق وليس بكافر، مؤمن لكنه ناقص الإيمان، ناقص الإيمان وليس بكافر. قال أواصل بن عطاء تلميذه: أما أنا فأقول ليس بمسلم ولا كافر، وفي المنزلة بين المنزلتين، فأحدث هذا المذهب، المنزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر. هو أحد من الخلق ليس بمسلم ولا كافر، لا بد أنه يكون إما مسلم وإما كافر، والمسلم قد يكون ناقص الإيمان وقد يكون كامل الإيمان. فاعتزل مجلس الحسن وانضم إليه أتباعه وسموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما يسمى بالعلمانية والليبرالية، هل هناك فرق بينهما؟ والله أنتم أدرى بهذا، أنتم أدرى بالعلمانية والليبرالية، لكن يظهر ما بينهما فرق، ليس بينهما فرق، مذهبهم هو فصل الدين عن الدولة. الدين يقولون بالمساجد فقط، ولا يتدخل بأعمال الناس ومعاملات الناس، يقولون ما للدين دخل في هذا، والدولة تضع نظام وتحكم به ولا يخضع للإسلام ولا يخضع، فهذا هو مذهبهم قبحهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. ويقولون الحكم للشعب، يمكن أن يكون الحكم للشعب، هذا محال، ما يمكن الشعب يتفق أبدا، هذا كله محال وتعلق بالمحال. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم. هذا سائل عن طريق موقع الدروس. يقول السائل: ما حكم ما ينتشر في الإنترنت عن بعض الأخطاء التي تقع من بعض ولاة الأمور أو بعض العلماء، والتي لا تزيد في إصلاح المجتمع المسلم بل تزيده سوءا وتذهب به إلى الخلافات، وخاصة في هذا الزمن؟ أنتم تعرفون دعاة الفتنة ودعاة الضلال الذين يريدون أن يفرقوا بين المسلمين، ويريدون أن يبطلوا حكم الإسلام، وأن يكون الحكم للديمقراطية والعلمانية وما أدري كيف والليبرالية، هذا ما يريدونه. فهم استغلوا هذه الوسائل الحادثة لبث أفكارهم وشبهاتهم، احذروا منها غاية التحذير، أنهم دعاة فتنة، وأنهم يلقون الشكوك والشبهات ويحرضون الناس على الثورات وعلى شق عصا الطاعة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها للذهاب للصلاة المكتوبة في المسجد؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد، يعني إذا استأذنت منه، إذا استأذنت هي ما تطلع إلا بإذنه، لكن إذا استأذنت منه فلا يمنعها، ولكن تخرج بغير زينة وبغير طيب ومتسترة. قال: وليخرجن تفيلات، تفيلات يعني غير متزينات ولا متعطرات ولا كاشفات عن مفاتنهن. هي خرجت للعبادة، لم تخرج لعرض نفسها ومفاتنها، إنما خرجت للعبادة والصلاة. نعم. أثابكم الله. هذا سؤال أيضا عن طريق الموقع. يقول السائل: ما حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة مع الإمام، وما الحكم إذا لم يقرأها؟ الراجح والله أعلم ما ذهب إليه الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام بن تيمية، أنه في الصلاة السرية يجب على الإمام أن يقرأ الفاتحة، وفي الصلاة الجهرية إذا جهر الإمام فالمأموم ينصت ولا يقرأ، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرأها في الجهرية في سكتات الإمام فهذا أحوط، لكن لا ينازع الإمام القراءة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: كيف نجمع بين القول بأن صلاح الآباء لا ينفع الأبناء وبين قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم؟ صلاح الآباء ينفع الأبناء إذا ربوهم، إذا الآباء ربوا الأبناء على الطاعة وعلموهم الخير فإنه ينفعهم ذلك بإذن الله، أما إذا أهملوهم فإن صلاحهم لا ينفع الأبناء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: في يوم الأربعاء الماضي حصلت مظاهرة في إحدى المراكز من مجموعة من الشباب، وكانوا يرددون الحديث النبوي فك العاني وكذلك عبارة حرية حرية عدة مرات، فما توجيهكم أثابكم الله؟ نقول: الله يهديهم يدلهم على الطريق الصحيح. هذا خطأ، هذا خطأ بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الموقع أيضا. يقول: إذا صلى الرجل وهو محدث الحدث الأكبر دون أن يغتسل، إذا صلى الرجل وهو محدث الحدث الأكبر دون أن يغتسل فما حكم صلاته؟ إذا صلى الرجل وهو محدث الحدث الأكبر دون أن يغتسل، دون أن يغتسل صلاته باطلة. إذا لا يقبل الله أحد صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فصلاته باطلة، يغتسل ويعيد الصلاة. نعم. والنسيان ما يسقط، أو الجهل ما يسقط الواجب، لكن يسقط الإثم فقط، أما الواجب ما يسقط. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أنا أغتسل وأثناء الاغتسال أنوي الوضوء من دون أن أتوضأ، فهل فعلي هذا صحيح؟ أنا يقول: أغتسل وأثناء الاغتسال أنوي الوضوء من دون أن أتوضأ، فهل فعلي هذا صحيح مع العلم أني أعمل هذا منذ سنة تقريبا؟ الواجب أن تكون النية من البداية، أن تنوي رفع الحدثين، تنوي رفع الحدثين وتفيض الماء على جسمك، ويدخل الوضوء في الاغتسال بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فتكون نية رفع الحدثين في البداية، ما هي تتأخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل:
كيف يمكن الجمع بين القول أن جميع المشركين يقولون لا إله إلا الله وهي لا تنفعهم لأنهم يشركون معه غيره، وبين امتناعهم عن قولها عندما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ ما قال أحد إن المشركين يقولون لا إله إلا الله، ما قال أحد هذا. المشركون ممتنعون من قول لا إله إلا الله، لكن قد يقع فيها جهال المسلمين يقولون لا إله إلا الله وهم يعبدون غير الله من الأولياء والصالحين، ظنا منهم أن هذا لا يؤثر على معنى لا إله إلا الله، عن جهل منهم. فالمسلم قد يقولها ويعبد غير الله ويكون مشركا يخرج من الإسلام، أما المشرك الأصلي فلا يقول لا إله إلا الله، كما أخبر الله عنه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: في الحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، هل يدخل أصحاب الملابس الضيقة والملابس التي يلبسونها بعض الشباب؟ الملابس الخاصة بالنساء إذا لبسها الرجل فهو متشبه تحق عليه اللعنة، أما الملابس غير الخاصة بالنساء فلا، لكن إذا كانت ضيقة لا تجوز، لأنها ضيقة ما هو لأنها تشبه بالنساء. النساء ما يجوز لتلبس الضيق أيضا، ما هي ملابس نساء الضيق، ما هو ملابس المسلمات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الموقع، يقول: أثابكم الله، أنني أسعى لطلب علم الحديث والهجرة في طلبه، فمن المحدثين الثقات الذين تنصحني بهم؟ والله ما نعرف إلا دار الحديث اللي في مكة، ادخل في دار الحديث لعل الله ينفعك بهذا. نعم. لأن مناهجها مناهج علم الحديث ومصطلح الحديث، تعتني بهذا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم كلمة توجيهية على أهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة، بل عدها بعض العلماء من أركان الإسلام، هي عظيمة ولا بد من قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما دام في الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنها تكون سالمة بإذن الله وناجية من العذاب. أما إذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع فإنه حق عليه الهلاك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، إذا كان فيها مصلحون فإن الله يدفع بهم البلاء، أما إذا لم يكن فيها مصلحون فقد حق عليها العذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأوراق النقدية تدخل في الربا إذا أخذ زيادة، فمثلا 100 ب110 بعد شهر، أم تدخل أم لا تدخل لأن أسعارها تختلف مع مرور السنوات؟ لا يا أخوان، النقود الورقية تقوم مقام الذهب والفضة، يسري حكم الذهب والفضة عليها، فلا تجوز الزيادة بينها إذا كانت من جنس واحد، ريال سعودي بريالين سعودي ما يجوز هذا، أو ريال سعودي حاضر بريال سعودي مؤجل لا يجوز هذا. أما إذا اختلف الجنس، يباع ريال سعودي بجنيه مصري مثلا أو نقد دولة أخرى، اختلف الجنس يجوز الزيادة، ولكن ما يجوز التأجيل. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم
إذا كان يدا بيد. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل من كلمة توجيهية لفضيلتكم للشباب خاصة ولطلبة العلم للشباب عامة ولطلبة العلم خاصة لاستغلال موسم الإجازة وحضور أصحاب الفضيلة المشايخ في هذا الوقت؟ طلبة العلم الواجب عليهم حفظ الوقت دائما، ما هو بس في العطلة، دائما الوقت يحفظ فيما ينفع وفيما يزيد من المعلومات، ولكن العطلة بعض الناس تأخذها أنها فراغ وأنها ويترك الفائدة والاستفادة ويترك التزود من العلم، وهذا غلط، هذا غلط. فيتزود من العلم ولا يترك طلب العلم لا في العطلة ولا في غيرها، لكن يعني في السنة هذه دراسة نظامية، وفي العطلة هذه دراسة غير نظامية حرة، يعني يستغلها بما يفيده وينفعه. نعم. أثابكم الله. ما المقصود بتفسير قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم؟ وهل له ارتباط بما بعده في قوله تعالى: إنه لقرآن كريم؟ نعم، فيها قولان، تفسير الآية هذا فيه قولان. المراد بالنجوم نجوم القرآن، لأنه نزل منجما، يكون لها ارتباط في آخر الآيات. والقول الثاني أن المراد بالنجوم النجوم المعروفة، لأنهم في الجاهلية كانوا يستسقون بها ويقولون: إذا طلع النجم الفلاني ينزل المطر، وإذا غاب النجم الفلاني يا ينزل المطر، يعلقون المطر بمطلع النجم أو غروب النجم. هذا من اعتقاد الجاهلية، هو من الاستسقاء بالنجوم والاستسقاء بالأنوى. فالآية فيها معنيان، الله أعلم. مراد بالنجوم نجوم السماء، المراد بالنجوم نجوم القرآن. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: علي دين ما يقارب 100,000 ريال، وعندي يقول علي دين ما يقارب 100,000 ريال، وعندي رصيد 100,000 ريال، وأسهم ما يقارب 7,000، فهل علي زكاة، علما أن الدين تورق من البنك وأنا الآن أقوم بسداده من الراتب شهريا؟ المفتى به الآن أن الدين لا يمنع الزكاة، أنت تزكي المملوكات لك، إذا حال عليها الحول الزكي الموجود لديك ولو عليك دين، هذا هو المفتى به الآن. والقول الثاني أنه يحسب الدين ويخفضه من ماله ويزكي الباقي، هذا الذي عليه المذهب، ولكن القول المفتى به الآن أنه يزكي ماله كله ولو كان عليه دين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أثابكم الله، هل من كلمة توجيهية لمن لا يحرصون على صلاة الفجر جماعة، حتى ممن يشار إليهم بالبنان من طلبة العلم وأهل الخير والصلاح؟ قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فالذي يتكاسل عن صلاة الجماعة في الفجر هذا متصف بصفة المنافقين، هذا نفاق، عليه أن يحذر من هذا وأن يحرص على حضور صلاة الفجر وجميع الصلوات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة العمرة في رجب؟ لم يرد هذا، لم يصح أن رجب يخصص بشيء من الأعمال دون غيره، ما ثبت في هذا حديث، لا عمرة ولا غير عمرة، وإنما رجب كسائر الشهور. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: اعتاد بعض أقاربنا على ذبح ذبيحة أو ذبيحتين في رمضان صدقة لله جل وعلا، فهل هذا مشروع؟ نعم لا بأس، هذا من إطعام الطعام في رمضان. إطعام الطعام له مزية وفيه زيادة أجر، لأن الصائمين بحاجة إلى الطعام، واللحم من الطعام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول بعض كبار السن عند الفزع أو التعجب: يا ذكر الله والنبي؟ لا يجوز هذا، عند الفزع يذكر الله، يقول لا إله إلا الله، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنه يستغيث بالنبي هذا لا يجوز، هذا شرك. نعم. أو يحلف بالنبي، لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يجب على المسلم في حال ما يكون من فتن وما يسمى بالحروب الأهلية في بعض البلدان؟ واجب على المسلم أن يسأل الله العافية، وأن يعتزل الفتن ويبتعد عنها مهما أمكنه ذلك، وأن يدعو للمسلمين، يدعو للمسلمين بالفرج والنصر والتأييد على أعدائهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الرد على أهل البدع وتحذير الناس منهم يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم، هو أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن ما يرد إلا أهل العلم اللي عندهم معرفة بالردود والأدلة نعم. أحسن الله إليكم. ما صحة حديث: فإن العرق دساس، وما معناه؟ لم يثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. هذا آخر سؤال. يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء متعمدا فعليه القضاء، ما معنى هذا الحديث؟ معناه إذا تسبب في خروج القيء وهو صائم، إذا تسبب في الاستفراغ وهو صائم يبطل صيامه، لأنه أخرج الغذاء الذي في معدته فبطل صيامه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد.